سلام عليكم، أبغى أسألكم سؤال، هل يستطيع منكم أحد يتصدق كل يوم ب360 ريال؟ أكيد الجواب عند الكل أو الأغلب لا. إيش رأيكم أعلمكم عمل إذا عملته تكسب أجر 360 صدقة؟ أنت إذا صليت صلاة الضحى تكسب أجر كأنما تصدقت ب360 صدقة. الآن دخل وقت صلاة الضحى، ووقتها من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو 10 دقائق، قوم الآن توضأ وصليها واكسب الأجر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، أن أصوم 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. 3 أعمال حافظ عليها وداوم عليها لتنال الأجر في الدنيا والآخرة. في حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. ومعنى أواب أي كثير الرجوع إلى الله. توضأ وصلي هذه الركعتين لكي تتصف بهذه الصفة التي يحبها الله.